أول مرة دخلت بحياتي ممكن 65 أول مرة دخلت سينما شعبية أيام وأنا طالب في المرحلة الابتدائية في العقبة. أنا أحضر أفلام كابوري وأفلام عربي، أفلام كاراتي كانت كمان. كانت يعني سينما مسلية كتير. كنا كل جمعة نتجمع إحنا والأصدقاء والأصحاب ونطلع، والله يعني كلنا شيلنا مع بعض. وبعدين بعد السينما نوكري كنافة، كان في محل اسمه شهرزاد نروح عليه كمان. يعني أنا مشتاقني إنه أرجع أحضر أفلام سينمات، عرفت كيف؟ كجمهور وكعالم، عرفت كيف؟ يعني كهداوة ورومانسية. فيش إنسان بتمنى ما يرجع الشاب ويعيد ذكرياته. يعني أنا بعرف ناس كانوا يجوا على السلمة يجوا يقول آه يا سلام بعد السلمة بفتح، أقول والله بعد ما بس أقول والله أنا أيام دخلت السلمة معلش أدخل السلمة بس بدي أشوف الكرسي اللي كنت أقعد عليه، يكون عمره 50-60 سنة. يمكن ذكرياتي مع صلاة العرض بدأت منذ الطفولة، يعني في خمسينيات القرن الماضي. كانت هاي الصلاة تشكل نوع من النشاط الاجتماعي العام. هلا مع الزمن بدأ هذا الجانب يعني يتلاشى، وزيارات الجماعية الاجتماعية الأسرية للصلاة يعني بدأت تخف، ثم يعني تلا ذلك فيما بعد طبعا انهيار صلاة السينما كلها. كانوا يتمنوا يجي يوم الجمعة، اللي بيشتغلوا يعني على رأس أعمالهم يجي يوم الجمعة مشان يجي تاني يوم على السينما. تشوف على باب السينما الشارع مسكر، كله كان يشتغل، المطعم كان يشتغل، بياع البزر كان يشتغل، بياع البوفيهات كان يشتغل، كله كان يشتغل، الشارع كان يتسكر. والله كانت السينما بأيام العيد تكون مليانة ناس، فهمت علي؟ طوابير على الناس. يا ريت ترجع هذيك الأيام، وأيامك خير وبركة ومحبة بين الناس و... طبعاً أنا دخلت السينما أول مرة، فاهم علي، بالسبعين، وكان فيلم لمحمود ياسين ويوسف، فيلم رائع جداً فخم جداً. قابلت أنا وصديقي اللي كان لي بحدود 4-5 سنين مثلا، مفاجأة كانت إلي وإلي. مطلوب إحياء السينما في وسط عمان والقيام بحملات تشجيعية بأسعار رمزية للجمهور لكي يقضي وقته في حضور فن السينما. إضافة لذلك ممكن أن تقام أمسيات ثقافية. عندما تكون هناك سينما تستورد أو تعرض أفلاما دون سياسة مسبقة للوصول إلى جمهور محدد، فعلى سبيل المثال صارت صلاة السينما الحديثة تعرض الأفلام
الخاصة بالشباب بشكل عام. هذا يعني أن هذه الصلاة حرمت نفسها من مثلا جمهور العائلة، بمعنى ما كان في هناك تنويع يهدف إلى جذب شرائح مختلف المجتمع. سلمة ذكرى، ذكريات، كل إنسان بعد ذكرياته برجع شباب حتى لو وصل السبعين سنة، وأجع السلمة برجع للسبعين سنة لورا، برجع لورا بحس حاله لسه بعده شباب حتى لو عمره سبعين سنة. هاي السلمة خبر مهم، اسمع خبر مهم يشفي منتهى الخطوره. ايه يا مرحبا استاذ بهاء؟